السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم غتشوفوا معايا كيفية تحضير ورقة البسطيلة، وراها كتصدق البنات وناجحة 100%. رانا سرقتها لكم من عند ماما. ودابا غندوزو المقادير. كنحتاجو الملح، قبصة ديال الملح، وكنحتاجو الزلافة ديال الفورص، الدقيق الأبيض، لافارين، قد زلافه ديال الفورص قد الماء البنات. الماء كناخذو حتى هو زلافه ديال الماء. وكنحتاجو الزيت، كنحتاجوش بزاف ديال الزيت، غير معلقه. اول حاجه البنات، نوضع اناء فيه زلافه ديال الماء وقبيصه ديال الملح. تبعوا المراحل البنات. نحركم واحد شويه، وغادي نمشي باش نضيف الدقيق، زلافه ديال الدقيق حتى هو. السر ديال الورقه البنات اللي هو زلافه ديال الماء وزلافه ديال الدقيق الفورص. وكنحرك مزيان بهذه الطريقه. ودابا غادي نمشي باش نجيب الزيت. الزيت البنات ما كديروش بزاف، كديرو غير معلقه كبيره صافي، ما تزيدوا عليها ما تنقصوا، يعني باش ما تجيكمش كتقطع حيتاش الورقه كتبغي العبار، كتبغي الحساب. درتي كاس ديال الدقيق، كديري معاه كاس ديال الماء. درتي زلافه ديال الدقيق، كديري معاه زلافه ديال الماء. قد الدقيق قد الماء، كل شيء قد قد. وكتبغي تحرك، يعني حركي مزيان وديريها في المولينكس، دور عليها واحد شويه صافي حتى كتولي خط. كيف ما كتشوفوا البنات، من بعد ما طحنا الدقيق مع الماء في مولينكس، كنديروه في شي جبانيه وغادي نمشي باش نخدم به. كيف ما كتشوفوا البنات، كنجيب مقله وكنجيب كاسرونه كندير فيها الماء، يعني حمام مريم البنات صافي. كتطلع الغليه وكنبدا كنجيب منشافه وكنبدا نمسح بها المقله ديالي اللي غنخدم فيها. كنبدا نهز الخليط ونشكل دائره ونغطي اي بلاصه ما فيهاش الخليط، ندوز عليها بالمنشافه. هيا ماما كتوريكم الطريقه، طريقه سهله البنات، اي وحده تقدر ديرها في دارهم. وبمكونات بسيط، يعني اللي عندها الدقيق والماء راه غادي دير الورقه غير في الدار، ما غاديش تحتاج انها تشريها. من بعد صافي راه كتبدا تطيب غير بوحديتها، وكتبدا مهمه البنات الاولى والثانيه ما تخلعوش، يعني ما تخلعوش، يعني تقدر الاولى ما تطيبش كاع وما تصدقش ليكم، لان الكسرونه ما كتكونش، يعني الماء ما كيكونش غالي مزيان، والمقله ما كتكونش سخونه بزاف، والورقه كتبغي المقله تكون سخونه. صافي كتبدا تطيب وكتبدا تطلع، كتبدا تطلع الجوانب ديالها بحال هكا، وكتهزيها بهذه الطريقه وكتحطيها في شي منديل وكتدهنيها بالزيت وكتغطي عليها. كتدهنيها بالزيت، يعني شي وحده غتقول لي غندهنها بالزبده، لا، من الاحسن الزيت. صافي وكتغطي عليها، كتمشي باش تخدمي وحده اخرى بنفس الطريقه. والمقله البنات كنمسحها بالمنشفه اللي قلت لكم، راني درت جوج منشفات، وحده كنبدا نمسح بها المقله ديالي
ووحده كنبدا نخدم بها الخليط. غنبدا نهز الخليط عاوتاني ونبدا نشكل دوائر ونغطي فيما كانت شي بلاصه ما درتش فيها الخليط، كنغطيها وما تكتروش بزاف البنات، ما تكتروش يعني الخليط بزاف في المنشفه. صافي كنهز غير شويه وكنقضي به. حاول تكون يدك شويه خفيفه، تسارعي معها لانها هي كتولي طيب بالزربه. من بعد الاولى الثانيه الثالثه كتولي طيب لكم بالزربه، سهله البنات. كنبيو الورقه في بزاف ديال الحوايج، وجاي رمضان يعني كتبغي ديري بها بريوات، كتبغي يعني بزاف ديال الحوايج ماشي غير البسطيله. هذه اللي وريتكم البنات دابا الصغيره، اما الورقه ديال البسطيله راه كيديروا الكبيره، وحتى هذه راه تصدق ليك الا عرفتي ليها الطريقه. وان شاء الله غنعرف لكم طريقه البسطيله وغنوريها لكم. من الاحسن البنات كتهزوها من الجانب الاخر يعني من الفوق باش ما تقطعش ليكم. وراتكم دابا ماما ما تهزوهاش من التحت لانها كتقطع، غتهزيها من الفوق وتحطيها تاني في منديل اللي كتديري فيه بلاستيكا حتى هو يعني بلاستيك غذائي، وكتدهنيها بالزيت وكتغطي عليه بالبلاستيك. كيف ما كتشوفوا البنات راه المقلاة عاوتاني هنا بدات كتسخن ليا، ضروري البنات غنبدا نزرب، غنخفف يديا باش ما تجينيش معجنه وما تجينيش غليظه. وصلنا لنهايه لا فيديو البنات، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشاركوا معنا في القناه، ديروا جيم وديروا كومونتير، ضغطوا على الجرس، بارطاجيو لا فيديو. وشكرا لكم وعلى المتابعه ديالكم. السلام عليكم، تلاقاو في لا فيديو الجايه.